بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذين لهم هنا معادلة ثلاثية من درجة ثانية. دونك كيفاش نحلوا هذا النوع ديال المعادلات؟ بحال هكا، حاول تفهموا معايا مزيان. دونك هنا لاحظوا معايا، عندي سينس وسيدنان وعندي سينس. إلا عوضت سينس إكس بإكس شنو غتولي؟ ماذا؟ سينس إكس كتساوي إكس كبيرة ولا تي؟ إذا إلا وضعنا سينس إكس كتساوي تي، نعوضه في معادلة، المعادلة تصبح، شنو ترجع المعادلة؟ أربعة أربعة تي أس اثنان ناقص اثنان في جذر اثنان ناقص واحد تي ناقص جذر اثنان تساوي صفر. مزيان، إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد هو تي، نحسبو دلتا ونشوف. دلتا اش كتساوي؟ بي أس اثنان، يعني هذا كله أس اثنان، يعني ناقص اثنان في جذر اثنان ناقص واحد الكل أس اثنان، ناقص أربعة في أ في أربعة في سي في ناقص جذر اثنان تساوي، إلا حسبنا، دونك هذه الكل أس اثنان ناقص اثنان كل أس اثنان هي أربعة، هذه جذر اثنان ناقص واحد كل أس اثنان هي جذر اثنان أس اثنان هي اثنان، زائد واحد أس اثنان هي واحد، اثنان زائد واحد ثلاثة. ناقص اثنان في جذر اثنان في واحد، يعني اثنان جذر اثنان، ناقص أربعة في أربعة ستة عشر في ناقص جذر اثنان زائد ستة عشر جذر اثنان، يعني تساوي نسطر الكتابة، أربعة في ثلاثة اثناش، يعني اثناشر، أربعة في ناقص اثنان هي ناقص ثمانية زائد ستاش، يعني ناقص ثمانية جذر جوج زائد ستاش جذر جوج هي زائد ثمانية جذر جوج، نقدروا نعملوا بأربعة وتساوي أربعة في الله، هنا تبقى ثلاثة زائد ثمانية تولي لنا قسمنا أربعة جوج جذر جوج، صحيح سالينا بها. إذا غيكون عندنا جوج ديال الحلول، تي واحد كيساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا، يعني ناقص بي يعني زوج جذر زوج ناقص واحد، ناقص جذر دلتا يعني جذر تاع هذا، دونك جذر مربع أربعة في ثلاثة زائد جوج جذر زوج على المقام هو اثنان اثنان في أربعة يعني ثمانية. شنو تساوي؟ إلا بغينا نبسطوها، أولا هاد أربعة تخرج برا تولي زوج، متفقين؟ تولي زوج، دونك تبقى لنا زوج نعملو بها، تخرج جوج من هنا، في جدر جوج ناقص واحد، ناقص جدر مربع، ثلاثة زائد جوج جدر زوج، الكل على ثمانية، إذا نختازلو، زوج مع ثمانية تبقى لنا جدر جوج ناقص واحد، ناقص جدر هذه اللي داخل نقدر نبسطوها، هذه اللي داخل نقدر نحيدوها الجدر، أو لا سمحوا لي قبل ما نحسب بالتي نحاول نعمل دلتا رجحها بس شي حاجة باستثناء مربع ديال شي حاجة باش نديرو الجدر بسهولة. شنو تساوي؟ ثلاثة شنو هي في نظركم؟ ثلاثة هي زوج زائد واحد ياك، يعني غتساوي لنا أربعة في ثلاثة هي زوج هي جدر جوج استثناء هي ياك زوج زائد واحد أس اثنان، متفقين معايا؟ زائد جوج جدر جوج، واش هادي هي هادي ولا؟ نعم، أربعة هي جدر جوج أس اثنان هي زوج، واحد هي واحد، واحد زائد جوج هي ثلاثة هي، جوج جدر جوج هي، دونك بحال بحال، ياك؟ إذا هنا هادي متطابقة هاما، والربعة هي زوج أس زوج، متطابقة هاما هي جدر جوج زائد واحد أس اثنان، إذا اش غتساوي؟ جوج في جدر جوج زائد واحد الكل أس اثنان، إذا عملناها. الوغ غنلقاو الحلول تي واحد شنو هو؟ ناقص بي ناقص جدر دلتا، ناقص بي يعني ناقص ها ناقص بي زوج في جدر زوج ناقص واحد، ناقص جدر دلتا يعني جدر نتاع هذا غيتمشي أس اثنان، يعني ناقص زوج في جدر زوج زائد واحد الكل على اثنان في أ يعني اثنان في أربعة، يعني المهم غنشوفو القوتمية. راه نحسبو دابا هادشي اللي فوق، جوج جدر جوج ناقص جدر جوج جدر جوج صفر، تبقى لنا زوج ناقص واحد هي ناقص زوج ياك، زوج ناقص واحد هي ناقص زوج ناقص واحد هي ناقص ثلاثة ياك، مغلطش نحسبو بلا تعيين، جوج جدر جوج ناقص زوج جدر جوج صفر، زوج ناقص واحد هي ناقص اثنان، ناقص واحد هي ناقص ثلاثة على زوج في ربعة هي ثمانية، دونك تعطينا ناقص ثلاثة على ثمانية، المهم غادي نتأكدو ونشوف، تي اثنان تساوي ناقص بي زائد جدر دلتا، يعني اثنان جدر اثنان ناقص واحد زائد اثنان جدر اثنان زائد واحد على اثنان في أربعة يعني ثمانية، يعني تساوي
الوغ اثنان تختزل بعدا تبقى لنا اربعه المقام، تبقى جدا جوج زائد جدا جوج هي جوج جدا جوج، وواحد ناقص واحد ناقص واحد زائد جوج هي واحد زائد واحد على اربعه. مزيان ما عرفنا دار شي حاجه. لا لا ما كانش هاد الواحد، جينا جوج جدا جوج زائد جوج جدا جوج هي ربعه جدا جوج تختزل مع زوج، هنا ناقص زوج زائد جوج هي صفر تختزل تبقى صفر. صحيح يعني جوج جدا جوج على ربعه يعني جدا جوج على زوج، تبقى لنا جدا جوج على زوج فوق ما خطأناش 100%. شوفوا دونك جوج جدا جوج زائد واحد هي هاديك، دونك هادي هي هادي، جوج جدا جوج ناقص زوج جدا جوج هي صفر، تبقى لنا زوج ناقص واحد هي ناقص زوج ناقص زوج يعني ناقص ربعه، هنا خطأت سمحوا لي، ناقص ربعه يعني ناقص واحد على زوج. مزيان سمحوا لي أنا خطأت في الحساب، لا حسبوا لا تعليكم وتوصلوا. ألوغ لقينا تي واحد وتي زوج، يعني دابا نرجع للأصل تاعي، تي هي السينيس، يعني سينيس إكس كتساوي ناقص واحد على جوج، أو سينيس إكس كتساوي جدا جوج على زوج. إذن الحلول في آر، شنو هو الحلول في آر؟ الحلول غيكون عندنا إما إكس هذا شكون هما الزوايا إكس اللي عندهم سينيس كيساوي ناقص واحد على جوج، إلا خدينا الدائرة المثلثية، شكون اللي عندها السينيس كيساوي ناقص واحد على جوج؟ هي ناقص بي على 6 وناقص 5 بي على 6، يعني إكس كيساوي ناقص بي على 6 بليس دو كابي، أو إكس كيساوي ناقص 5 بي على 6 بليس دو كابي، أو هنا شكون اللي عندها جدار جوج على جوج؟ هي بي على 4، اللي عندها سينس كيساوي جدار جوج على جوج هي بي على 4 و 3 بي على 4، أو إكس كتساوي بي على 4 بليس دو كابي، أو إكس كتساوي 3 بي على 4 بليس دو كابي. إذا أس في آر، حلول في آر هما نبداو بالحلول السالبة، ناقص 5 بي على 6 بليس دو كابي، ثم ناقص بي على 6 بليس دو كابي، ثم بي على 4 بليس دو كابي، ثم 3 بي على 4. ما نساوش نكتبو كا قدامي الزاد. مزيان هذا هو الحل في آر، الحلول في المجال ناقص بي بي هما، شنو هما الحلول في ناقص بي بي؟ إذا غنطلق من ناقص بي هاهي ونشوف الحل اللي لقيتو، الحل الأول هو ناقص 5 بي على 6، الحل الثاني هو ناقص بي على 6، مازال ناقص بي مازال ما وصلتش ل بي، أنا وصلت الصفر، زيد غنلقى بي على 4 وغنزيد غنلقى 3 بي على 4، صايي نوقف علاش؟ لأنني كملت المجال ساليت المجال. مزيان إذا لقينا، إذا الشطر الثاني من السؤال حل المتراجعة، يعني سؤال إضافي حل المتراجعة نفس المتراجعة ولكن دابا عندك أسرع قطعا من الصفر، كيفاش غنحلوها؟ لاحظوا معايا مزيان واش نقدر نعمل هادي؟ نعم نقدر، علاش؟ لأن لقينا الجذرين، ألوغ هادي اش كتعني؟ يعني تعميل من خلال الجذرين، يعني إذا كانت تي واحد هي هادي وتي زوج هي هادي، التعميل هو أ، التعميل اللي كان عندي مثلا أ إكس وكاري بلس بي إكس بلس سي، ولقينا الجدرين هما إكس واحد وإكس جوج، التعميل هو أ إكس ناقص إكس واحد إكس ناقص إكس زوج. مزيان، إذا التعميل اللي غيكون هنا هو أ هي 4، إكس نتاعي هي سينيس إكس، ناقص الحل الأول هو ناقص واحد على جوج غتولي زائد واحد على جوج، في سينيس إكس ناقص جدا جوج على زوج، صحيح، أصلا قطعة من الصفر، إذا مادام عملنا نقدر نديرو جدول الإشارات، شوف معايا مزيان كيفاش كدير جدول الإشارات، مهم، إكس الأولى سينيس إكس زائد واحد على جوج، والثانية سينيس إكس ناقص جدا جوج على، والأخيرة هي الجودة نتاعها، المهم هي الجودة نتاعهم غادي تكتبو نتاع هاديك 4 سينيس إكس زائد واحد على جوج في سينيس إكس ناقص جدا جوج، لا جوج كتبها هكا، صحيح،
الجذور تاع الاولى، الجذور تاع الاولى فوقاش كتنعدم، ملي كيكون سينيس اكس كيساوي ناقص 1 على 2 كتنعدم في ناقص 5 بي على 6 وبي على 6، والاخرى في بي على 4 وفي 3 بي على 4. دونك ناقص بي 5 بي عفوا على 6، ثم ناقص بي على 6، ثم بي على 4، ثم 3 بي على 4. مزيان. اذا هذه السينيس كتنعدم هنا وكتنعدم هنا، مزيان، وهذه كتنعدم هنا وكتنعدم هنا. اذا الجودة غادي ينعدم في 4 الحالات، هاد الحالة. إذا الإشارة تاع هاد شوف معايا مزيان أنا كيفاش تفهمها، كيفاش تفهمها وديرها بسهولة. رسم واحد الدائرة كتشوف هادي فوقاش تكون سالبة، سينيس إكس زايد 1 على 2 فوقاش تكون سالبة. من يكون سينيس إكس أصلا ناقص 1 على 2، فين هي سينيس إكس تساوي ناقص 1 على 2؟ هي هادي، يعني سينيس إكس كتكون صغر من 1 على 2 في هاد لابارتي، متفقين معايا؟ سينيس اكس كتكون صغر من ناقص 1 على 2، يعني باش كتكون سينيس اكس زائد 1 على 2 سالبة، هانت سينيس اكس هادي تكافئ سينيس اكس اصغر من ناقص 1 على 2 غير ضربناك. الوغ ناقص 1 على 2 هي في سينيس، إلا كان سينيس اكس صغر من ناقص 1 على 2 راه هاد التعبير كيكون صغر من صفر سالب، يعني في هاد لابار. إذا هاد لابارتي منين هي؟ غادي نشوف المجال تاعي من زيرو حتى ناقص، عفوا من ناقص بي، من ناقص بي حتى ناقص 5 بي على 6 هاد لابارتي، هاد لو تيرم كيكون موجب، يعني تكون بوزيتيف، يعني حنا شفنا فوقاش تكون سالبة، من ناقص 5 بي على 6 حتى ناقص بي على 6 كتكون سالبة، موان، وهنا بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، نفس الشيء. نشوفو هادي، نشوف عند دابا الزوجة، سينيس إكس ناقص جدار 2 على 2. نشوف فوقاش تكون سالبة ونعرف فوقاش تكون موجبة، كتكون أصغر من الصفر كتكافئ أن سينيس إكس أصغر من جدار 2 على 2، متفقين معايا هاكا؟ مزيان. ألوغ غادي نرسم الدائرة تاعي بحال هاكا، سينيس فوقاش كتساوي جدار 2 على 2 في بي على 4 وفي 3 بي على 4، فوقاش سينيس كتكون صغر من جدار 2 على 2، هاهو هنايا كاع في هاد لابارتي سينيس صغر. ونشوف المجال الأول من ناقص بي حتى الزاوية تاعها حتى بي على 4، من ناقص بي حتى بي على 4 كتكون سالبة، كتكون تحت الصفر يعني تحت جدار 2 على 2، يعني تكون سالبة 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 سالبة. مزيان. من بي على 4 حتى 3 بي على 4 كتكون موجبة، ومن 3 بي على 4 حتى بي هنا ناقص بي بي ياك كتكون سالبة، لأن كاينة في لابارتي نيجاتيف. نرجع للاولى ربما نكون مخطئ، باش نعاودو باش تفهمو اكثر. هذه سينيس اكس خصها تكون صار من ناقص 1 على 2 باش يكون هاد لو تيرم سالب، دونك قلنا ناقص 1 على 2 هي هادي، وهذه ناقص 5 بي على 6، وهذه ناقص بي على 6. مزيان. الوغ في هاد لابارتي كيكون فوقو يعني موجب، ايوا، وفي هاد لابارتي كيكون سالب، وفي هاد لابارتي كلها كيكون موجب، دونك سي زايد. الوغ الجو تاع لو برودوي غيكون هنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، اوكي مزيان. يا هاديك الوغ شنو مطلوب؟ مطلوب فوقاش تكون اصلا قطعة من الصفر، اذا اس في المجال تاع ناقص بي بي اصلا قطعة من الصفر هنا، من ناقص بي حتى ناقص 5 بي على 6، ثم من ناقص بي على 6 قطع نقص المجال يكون مفتوح، ثم من 3 بي على 4 حتى بي. الله يرضى عليكم، تأكدوا غير من الحساب، المهم الطريقة هي هذه والأمور مزيان، تأكدوا من الحسابات لأنني صرحت شي شوية. المهم النسبة ديال 99% صحيح، ولكن تأكدوا من الحسابات وصحيح. الوغ في المحل نتاع المدرجة هو هذه، فوقاش تكون سالبة هنا وهنا وهنا، أصغر قطعة من الصفر يعني سالبة. هنا هو المجال، هنا هو المجال، وهنا هو المجال. الله يوفقك.